انا عاده ما بشوفش الفن، انا بحس الفن. يعني دايما بالنسبه لي اي فن بيبقى ليه احساس. اما بدخل بيت بحس ان هو جزء من تكوين الحاجه اللي هعيش معاها. انا عايشه بعض فتره طويله في بيت واحد مقفول علينا، فلازم نكون حابين بعض قوي عشان نقدر نعيش مع بعض. عمر اكتر في حاجه عجبتني ان هو كان مختلف عن الفكر المعتاد للوحات. يعني دايما الناس بترسم يا طبيعه صامته يا مناظر جميله وشوش، بس عمر وراني جانب تاني انا ما شفتوش قبل كده في لوحات، وهي تكاد تكون فيها صراحه اكتر او فيها وضوح، خصوصا مع اختيار الوانه مع خطوطه الصريحه. عمر لما جه البيت كان يهمه قوي يشوف وضعها ايه في البيت، انهي كورنر في البيت عشان ما تحسش ان البيت مايل. هو كان يهمه قوي الوان البيت ايه والالوان اللي انا بحبها ايه والتركيبه هتبقى عامله ازاي والفراغات هتبقى مساحتها قد ايه، لان اللوحه دي تركيبه لوحات في بعض. فكان عنده احساس، وعشان كده انا ما طغتش عليه، يعني مثلا ما قلتوش انا عايزه كذا، قلت له اعمل نفسك فيه وشايفه صح ونقعد مع بعض بعد كده. بالعكس اللي اختاره انا كنت موافقه عليه، لان كان عنده تركيبه البيت كله، روح البيت كله عامله ازاي عشان نقدر نبني البيت صح.